جاي مش هنسيبك يا اكرم، فاهم؟ مش هنسيبك. لم نفسك يا يوسف، ابعد عن القصر حسله. انت مجنون؟ ومين قالك ان انا؟ ده اللي قال لي. ابعد عن طريقي احسن يا يوسف، ما دام مش قادر ترحم يبقى خلي رحمه ربنا تنزل. رحمه ربنا بالسرقه وبالقتل لو لازم. انت عايز تقضيها خدمه زي جدودك يا يوسف انت حر، لكن انا لا يا يوسف، خليك انت بقى حارس القصر وخدامه. انت ليه بتصغرنا يا عم؟ كبرني انت وانا راضي. روح سيب لي مراتي وعيالي فلوس وانا اقول اخويا صح وشايلني. انت عارف حالي يا اكرم. يبقى تسكت. صدق انت خساره فيك حتى الكلام، واللوحه هترجع يا اكرم. هترجع؟ ما تخليش الايام تخلي بينا حاجه يا يوسف. بيتي في كفه وانت في كفه، سيب باب القصر مفتوح احسن لك. ده رزقي وهو مش قصرك لوحدك يا يوسف. مش رزقك يا اكرم، وقصري لوحدي، واللوحه هترجع. ودلوقتي ها مبسوطه؟ عملتي رحله ناجحه وفكره ما حصلتش؟ بفضل الله. ايوه مالك بجد مبسوطه وفاكره انك عملتي حاجه؟ جريتي ورحتي اسكندريه ورجعتي، انت فاكره ان ربنا هيبارك؟ هيبارك ويزيد ان شاء الله، ويبارك ويزيد برضه، لغايه ما بقى مش عارفه اودي الخير فين. ليه؟ استغفر الله العظيم يا رب. هتعترض على بركه ربنا يا حامد؟ لا، ليه تشقي وتسافري وتتعبي وتنجحي؟ ما تخليكي جنب بابي ومامي وتتجوزي اي حد وتقضيها سفر وشوبينج وخلاص. مالك ومال مهنه الغلابه دي؟ الصحافه لذيذه، انا بحبها، وبعدين انا حره. وحشتيني يا لبنى. يا حامد، الغلبان غلبان في عقله، والفقير فقير في قلبه مش في جيبه. افضل انت قضيها شكاوى، قضيها شكاوى لغايه ما تقرقض نفسك. اقرقض نفسي؟ ايوه. وسع بقى كده يا حمد والنبي شويه عشان ادخل استطعم نجاحي واسمع رؤسائي هم بيقولوا لي برافو يا سلمى، هايله يا سلمى، عظيمه يا سلمى حبيبتي. وسع بقى يا حمد بقى، وسع. بتوسع يا حمد. وبعد ما مشيتي كنت بنشوف القصر بعين تانيه. كل حاجه فيه كانت مختلفه، مش القصر بس، اسكندريه كلها كانت بتتغير، وكأن العالم داخل على مرحله جديده. يلا مين اللي وقع على بتاع الزغلول؟ يلا وقع للوفد، وقع. نقول نمدو؟ وقع وقع للوفد، امدي وقع لزعل باشا زغلول واصحابه الجدعان. يلا فوض الوفد. ايه ورق الورق ده يا نصيب؟ هات واحده. لا مش يا نصيب، ده ورق نمضوا عليه عشان نقول للدنيا كلها ان سعد باشا واللي معاه هم مصر وبيتكلموا باسم مصر واحنا موافقين. احنا مين يا ولد؟ مصر. بس احنا اسكندريه. هات يا ولد. نمضوا فين؟ دينا. وهو كذلك. واسمك ايه؟ انديل. منور يا انديل. تسلم. فوض الوفد، امضي وقع لوفد مصر. يلا فوض الوفد. خد يلا يا انديل، هات اما نمضوا احنا كمان. امسك. عايز قلم؟ اه معاك قلم. خير وبركه. واني بعد الشيخ زهار، ولو اني مش مقتنع. مقتنع ما تمديش. الصراحه حكايه الاستقلال دي كلها مش داخله راسي، لكن هنمضي. امال ايه اللي داخل راسك يا كامل افندي؟ الاستعمار؟ وايه الجديد يعني يا شيخ زهار؟ ما احنا في حاله استعمار من زمان. ولا هو العثمانيين دول مش استعمار يعني؟ لا، العثمانيون خلافه. برضه استعمار. على الاقل الانجليز دول حاجه فيها ثقافه وعلامه، دوله كبيره ومنتصره. الخلافه العثمانيه هي اللي حمت الاسلام. يا عم الحمي ربنا، تقدر تقول لي حاجه واحده قدمتها الخلافه العثمانيه لمصر؟ لا حش حش يا اخويا، الخير اللي وقع من الانجليز. وليه الانجليز وليه العثمانيين يا شيخ زهار؟ مالنا ما نحكموش نفسنا ليه؟ الحريه غاليه يا سيادنا، ما نشيلوا شيلتنا ونحكموا بلدنا وربنا يعزنا كده ونستقلوا بحالنا، ولا هنستنى عثمانيين ولا انجليز يرموا علينا اليمين؟ ده احنا اجدع ناس يا جدعان، عيب. الخلافه لا تقلل من الكرامه، لكن الاستعمار ده اهانه. والاستقلال هو الكرامه نفسها يا شيخ زهار. عهدناك تافها يا وديع يا ابو صاطي، لا لك في السياسه ولا في استقلال. انا مش تافه يا شيخ زهار، انا شاعر وفنان. والفنان لما دافعش عن الحريه والاستقلال يروح يموت احسن. هات يا ولا يا مدين نوزعه معاك. وقع التوكيل، امضي للوفد، قول الوفد هو مصر. وقع التوكيل، امضي للوفد. يلا وقع التوكيل. ايوه كده يا جدعان، عفوا عليك، فوض الوفد. ذلك المهياس الصادق.
سعيد وزمايله هم مصر. سعد 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 يحيى سعد. امضي للوقف. أهلي كبساطي ما بنشتروش غير ورقة رصيد، لكن ده يا رصيد البلد كلها. سعد سعد يحيى سعد. خير يا بمبا؟ خير. النبوي هيتجوز عقبال كده يوسف باشا. مبروك، خبر حلو. الله يبارك فيكي. قلنا يعني يبقى فال حلو والفرح يدخل البيت، وحضرتك تأذني نطبله ونزغرته ونهيصه للواد هنا في ظهر الجنينة. ايه؟ نبوي ابن بمبا يتجوز هنا في القصر؟ دي كلمة وقلتها وخلاص يا هان. هو فال حلو يتجوز نبوي في القصر والطبيل وتزغرتي، بس في الجنينة ناحيتكم بعيد. كتر خيرك، دي جميلة عمري ما هنسى لحضرتك أبدا. إن شاء الله يا رب تفرحي بيوسف باشا وتشيل عيال عياله يا رب. هتجوز مين نبوي؟ هندية. اللي تحت عندنا؟ هنروحوا فين؟ محتاجة إيه؟ خيرك مغرقني يا هانم، كفاية إنك قابلتي حضرتك. كل اللي يحتاجه الفرح أنا هتكفل بيه. كتر ألف خيرك. بعد إذن حضرتك. ظهر الجنينة يا بامبا. حاضر يا هانم، حاضر. بص بقى يا سي جوني، وانت كلك مفهوميه، انا الصراحه حبيبي محرج عليا الانجليز. لا اشمعنى انجليز؟ لا عشان انتوا احتلال وما يصحش نعمله كده مع محتل، وهو الصراحه كلامه على راس. اوكي براحتك، بس انا مش ضابط ولا عسكري انجليزي، انا مش احتلال. هلا مش انت انجليزي وابوك انجليزي وامك لا مؤاخذه انجليزيه؟ مظبوط. يبقى خلاص متحرم عليا. انا انجليزي صحيح، بس انا مش من الجيش، أنا مؤرخ كاتب إنجليزي، دي حاجة تانية أصدار. لا تانية ولا تالتة، أني ما يقدروش نزعلوه. إلهي ليسيقك يا جوني. أنا جوني منصور أصدار. يا أخويا منصور حمدان، أنا اللي عندي قلته بقى. طب امسكي. الله، ما قلنا كلوز بحكم القلب يا جوني. كلوز كلوز، الفلوس دي لكي أنت يا أصدار. أنا كده كده هدفع فلوس مدام نويت. يعني مرضي؟ مرضي. الفلوس من غير شقة ما فيهاش بركة إلا لو مسامح. مسامح أصدق. أنا أحب أتكلم معاكي وأشوفك أصدق. ده بس من أصلك يا سجون. صباح الفل.
باباكي لو عارف انك من امبارح بره مش هيعديها. مين دي اللي كبيته بره؟ انا كنت في فرح صاحبتي. هو انتي مصدقني مصدقاكي؟ لا طبعا، بس هتعملي مصدقه قدام بابا. بتهيألك، هقول له هتشوفي. انتي فين يا بنت؟ انتي مش شايفك من امبارح. وانتي يا هدى عايزه تقولي ايه لمين؟ كانت في فرح صاحبتها وقلت ان هقول. هو انتي لازم كل حاجه تقوليها؟ طب ما هو عارف انا عمري خبيت عنه حاجه. انا عارف سلمى قايله لي. صدقوا بالله انتوا حلال في بعض. جدع يا ابو سلمى. بس انا عارف فعلا البيت ده ما فيهوش حد يقدر يكذب على حد. سلمى اللي في قلبها على وشها، مش زي بنات اليومين دول اللي يسافروا ويكذبوا ويباتوا بره. لا، سلمى فاروق غير اي بنت. بس يا اخويا، انت بس يا اخويا، خبر ايه يا بحر؟ ما اتفقناش على كده؟ انت قلت لي هنغنوا مغنى ديني وتواشيح. تواشيح؟ تواشيح ايه يا شيخ زهار؟ ده فرح شخلل. شخلل انت يا اخويا، خد فات اللي اتحيه واباحيه يا خفية الالطاف، فهي اكتملت باصداف. اصداف؟ ايه يا وديع؟ من ايه؟ خصني يا بحر، غني دلوقتي. بارك فيك. انت مين بقى يا عسل؟ انا اخت العريس. مبروك. يبارك فيكي. وانت بقى مين؟ نادري. باي مبروك يا نسوان. يوسف، هما دول الناس اللي انا قلت لك تروح تطردهم؟ تقريبا. وايه اللي رجعهم تاني؟ حضرتك قلت لي امشيهم مش اموتهم. شفت الفرح والجواز حلو ازاي؟ حلو قوي. انا وافقت ان الفرح يتعمل هنا عشان الفرح يدخل البيت، مش عشان هما يفرحوا ويتجوزوا ويخلفوا وانت تفضل واقف جنبي مبتسم كده. حضرتك عاوزاني اعمل ايه؟ اتجوز دلوقتي؟ تحمس. حاضر هتحمس. هنغنوا بقى حاجة محترمة عشان الهانم شكلها عرفتنا. من أين يأتي الاحترام يا خليع أبو صاطي؟ تعالى يا شاطر شوح القاطر.
ودني ودينك ما تكسر لي خاطر. والله اخر نوبه نصدقوك يا علي قال ابو فروه قال. معلش يا شيخ زهار، النوبه الجايه هنبقى نشغلك بطاطا. حلو يا بحر. مين قصدك؟ نادرة يا بحر، حلوة وصغيرة وذوق وضحكتها حلوة. والله يا صدق. اوعى تهلف، اوعى تهلف، القلب ما يريد، القلب ما يريد. ليه كده يا وديع؟ ليه؟ حتى لو ما كنتش قلت لها باين عليك يا علي الحب ما بيتداراش يا بحر. اتكل على الله انت يا اسطى. سلام يا بحر. والباب وفتحنا يكشي الخليفة يذبحنا. وفي حبك مش خسارة. وضاع منصور في حب الجاسية. ملعون أبو الحب اللي يقطع الرقبة ده. ملعونه ألف مرة. أحبك وانت رايق جوي. عقبالك يا نادرة. بحياتك. أيوة صح، يا ريت يبقى في حياتي يا نادر. إن شاء الله. إيوه بس كل يوم هيجيكي حد وأنا شايفك أغلى منه. مرة الواد نبوي ومرة الواد اللي هيلعب على العود ده. وأنا دايماً أقول أنا عايز حد في قيمة نادر. ربنا يجعل قيمتي في عينك كبيرة يا أبوي على طول. أنت قيمتك في عيني كبيرة يا بت. عارفة. ده أنا أبوك يا نادر. ولحد متى بقى كلها؟ ده نصيب عاد. ايوه نصيب صح يا بنتي، بس عوالان هم. نداداتك في البلد بقوا شايلين عيل واتنين. احنا هنا مش في البلد. وافرضي موت اسيبك لمين يا نادر؟ بعد الشر عليك يا ابوي. كاني هاجج بيكي خايف عليك من يوم ما اتولدتي. اي والله يا نادر. ليه الخوف يا ابوي بس؟ مش عارف يا بنتي، زي ما يكون ربنا شايعك ليا امانه. حتى لما امك ماتت قلت مش هقعد في البلد دي ولا في الدار دي ساعه واحده، قلت اخدك واروح اشوف رزقي ورزقك بعيد. تعرفي الرجالة هيتجوزوا على حارمهم وهي حية، وأنا قلت لا ما أعملش كده في نادرة، ما أوجعش قلب نادرة وأجيب لها مرات أبو، وجبتك لآخر الدنيا هنا والآن مشافتك وقالت تطلع عندي. سكت، قلت يمكن رزقها تتربى زين، علمتك ولبستك عملت لك كل حاجة، وأنا كنت دايماً اطلع عليك واقول بنتي دي ولا مش بنتي، بنتي دي ولا مش بنتي. كنت بفرح الفرح الجوي واخاف عشان تبقى بعيده عني، ولما نزلتي فرحت جوي، لكن الخوف لسه جواي. وارجع واقول مين ينفع لنادر؟ لا انا قابل اديها لحد ملوش عازه، ولا الاقي حد بهاله اطمن عليها معاها. خليها على الله. انا ما بالله يا بنتي اوقات كثيره بقول ارجع البلد تاني، وكفايه غربه لحد كده. اللي انت عايزه انا راضيه بيه. عاوز اطمن عليك يا بنتي. ما انا كويسه وجارك. ها يا ناني ما غلطتش لما قلت لا للواد بتاع العود والواد نبوي؟ لا
لا غلطت ولا وقفت حالي. انت شايف الصالح. مبروك يا عروسة. مبروك يا عريس. فرحك اتعمل في القصر. ايوه امال ايه. ومالك حلوة قوي كده ليه؟ واحلى من اي واحدة كمان. مفيش غيرك. حتى نادرة. ما كانت قدامي. ما انت طلبتها من ابوها كذا مرة وهو اللي قال لك لا. ايوه وانت عارفة. المهم بقيت لي مين؟ كلك. تبقى كلك لي. حتى بالك ما يروحش لنادرة. فينها نادرة؟ مين غيرك في الأوضة؟ أنا مش بتكلم على الأوضة. أنا بتكلم على ده وده. هي بس كانت في بالي عشان غيرنا. غيرنا إزاي يعني؟ يعني نادرة شكل تاني. لبساها، كلامها، حتى قعدتها فوق كانت مخلياني عاوز اوصلها باي طريقه. خلينا فرحنا. فرحنا؟ هو بقى فيه فرح؟ هو فين فرح ايديه؟ خايف عليكي. خايف عليكي قوي قوي يا نادرة. من ايه؟ من الجرايه. قالوا لي ما صدقتش. طلعت صح، بتلحس المخ. الحمد لله الحمد لله انني ما اتعلمتش. اسم الله عليكي اسم الله عليكي. ايه مالي؟ مالك مش شايفه روحك يا عيني؟ شويه ابص عليكي الاقيكي بتضحكي، وشويه الاقيكي بتعيطي زي المجانين. خلينا انا بعقلي، منهم ولله اللي علموكي. انت لو قريتي كنت فهمتي. أجرالك. لا 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 خليني بعقلي. اسمعي، سواء لدي أقرأت كتابي هذا أم مصدقته، فهو خلو من كل شيء يهمك العلم به أو النظر إليه. كل ما يمكنني أن أطرفك به من الأخبار أن أقول لك إن أشجار الربيع قد بدأت تبتسم على أزهارها، وأن النسيم العليل يحمل إلي في غرفتي هذه الساعة التي أكتب إليك فيها شذا أول زهرة من زهرات البنفسج. أنا هنام هنام وأدعي لك ربنا معاكي. تصبحي على خير. أستاذ شكري، أنا ما كتبتش إن يوسف الثالث حفيد صحاب القصر. مهنة الديسك مش بس مهنة تظبيط كتابات حضرتك. ديسك يعني لغة وصياغة وكمان تشويق، وأنا شايف إن المقال كده أفضل. والله لا، خيال حضرتك مش مطلوب أصلاً في الموضوع، وتتصلح في النسخة الإلكترونية. مش هتتصلح. لا هتتصلح، وهنزل المقال وشيره هو متصلح، وهكلم أبويا أكلم رئيس التحرير وهتتسحل يا أستاذ شكري. وأنا أبويا غني وبيستغل نفوذه، والمقال هيتصلح يا أستاذ شكري. تسرعي حياتي وشخصيتي لما 15 يا سلمى. يعني هو انت حياتك امل يعني يا خي؟ ده انت بائسه وابوكي كومساري خليته لك رئيس قطار، وامك في شؤون الطلبه خليتها لك مديره مدرسه. انت حبيبتي وبرضك رئيس قطار فيها سسبنس. برضك بنت رئيس قطر وتقول برضك؟ ده انت عار على السكه الحديد يا شيخه. ها احكي لي عملتي ايه في اسكندريه يا هانم؟ يا لبنى. سيدي يا سيدي. مين؟ يوسف الثالث. اللي هو ايه؟ اللي هو مدد. مدد مدد بالعدد. وصلت المقال، بعت لك اللينك، اقراه وقول لي رايك ايه يا يوسف يا ثالث. ما تسمعني صوتك يا عم، بتعرف تكتب ومتعرفش تقرا؟ حاضر.
اجرى بصوت عالي. ليه؟ عشان اسمع واعرف بتبتسم ليه. حاضر. رق الزجاج وراكت الخمر فتشابه وتشاكل الأمر، فكأنما خمر ولا قدح، وكأنما قدح ولا خمر. حلوة. فهمت معناها؟ لا. صوتك وانت بتقرأ وترتيب الكلام حلو. ده شعر اسمه الصاحب ابن عباد، بيقول إن كاس الخمرة كان صافي قوي لدرجة إنك ما تقدريش تفرقي بين جمال الكاس وجمال الخمر. استغفر الله العظيم، كنتش أعرف. تفكري في إيه نادرة وسرحانة قوي كده؟ نفسي أكتب حاجة وحضرتك تقراها وتبتسم زي ما أنت بتقرأ كتب كده. موافق، اكتبيلي. أكتب إيه؟ جوابات. اكتبيلي جوابات وأنا هقراها. بجد؟ بس إزاي وحضرتك موجود قصادي؟ جربي، اعتبريني مسافر، وكل ما تكتبي جواب ويكمل هقراه. موافقة، بس حضرتك كمان هتكتب. طبعا، يعني هتبعتيلي من غير ما ارد عليكي؟ صح. ملكي عروسة، لو يبوزك شبرين ليه؟ هي نادرة هانت بنت زكريا، ما بتغسلش المواعين زينا ليه؟ برضو نادرة تغسل مواعين؟ ايوة تغسل، احسن مننا في ايه؟ على راسها ريشة ولا على راسها ريشة؟ لا، بس في حاجات تعملها وحاجات لا. نادرة تعمل حاجات فوق بس، لكن مالها مال الطبيخ والمواعين؟ مش نزلت تحت؟ يبقى تعمل زي اللي تحت، نزلت عليها نزلة تاخدها. ليه يا هندية كده حطها في راسك؟ نادرة طيبة وضميرها صافي، ودت لك ياما من صندوقها قبل الفرح، ما يبقاش قلبك اسود. وهو صندوق كانت ورثاه من المرحومه، ما كله من خير خديجه هانم. ايوه، بس صندوقها وطلعت ودت لك بتيب خاطر. اختشي اختشي وصفي قلبك. دي ادتني عشان ما تبانش متغاظه ان نبوي اتجوزني. نبوي ولا عمره كان يلزمها، جالها 100 مره وقالت له لا. نبوي يا دوب توبك انت مش توب نادره. طب ماشي من وشي بدل ما غطس راسك في الصحون اللي قدامي. ماشي غطسي روحك. قال نادرة متغاظة على نبوي، والله ما حد غايزك انتي غير نادرة، وهتفضل غايزاكي لحد ما تموتي. روحي. شكرا على المقال، قريته كويس جدا. شكرا على المقال، قريته كويس جدا. لا شكرا على واجب. مش هتيجي اسكندرية تاني؟ هاجي اكيد عشان الحلقة التانية. كويس. هو انت بخيل قوي؟ ليه؟ اصل الواتساب ببلاش وانت مش عايز تكلمني عليه خالص. انا بنحب الكتابة اكتر، تسجيل الصوت ده مش بحبه. هو ماله، نكتب يا سيوسف. الى اللقاء، سلم لي على البحر. يوصل. حضرة الدكتور يوسف بك. أكتب إليك من غرفة البدروم. لا أدري ماذا أكتب، لكنني سعيدة وأشعر بحرية كبيرة.